يا طعني انت كويس؟ حصل خير. معلش والنبي اصل انا كنت بمسح وما لحقتش يعني الم المايه والحته دي تنشف. بسيطه بسيطه حصل خير. الحمد لله. انت كنت داخل المطبخ عايز حاجه؟ بدور على لقمه اكلها. طب اعمل لك ايه تاكل؟ بتعرف تطبخي؟ اه يعني على قد كده شويه. طب ما توريني حاجه. ماشي اوريك. تحب تاكل ايه؟ اي حاجه من ايدك. والميه دي ما تشغليش نفسك بيها، ما تتعبيش نفسك، انا هبقى اجيب البنت الفل تمسحها. اه فعلا هو يعني الشغل هنا متعب قوي يعني اليوم كله فوق بعض وكده. انت بس وشك حلو. احنا اول مره من فتره يجي لنا زباين كتير. كلهم اول مره. حتى سرور مبسوطه منك قوي. طب يعني اما تشوف بقى يعني اليوم هيجازي والغله يعني هتبقى كويسه كده ولا لا؟ تلاقيش هتتبسطي.